السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر الزملاء على مشاركاتهم وآرائهم ومقترحاتهم، وأتمنى إن هي نكون يعني نستفيد منها كلنا. والحقيقة بشكر الزملاء اللي كانوا معانا السنوات اللي فاتت، وأتمنى إن هم يكونوا معانا في السنوات اللي جاية، ما بين إكسبرت والفريق بتاع إكسبرت وعلى رأسهم مهندس حاتم، وما بين جمعية إبما والفريق بتاع إبما، بينهم الدكتور عجرودي والدكتور طنطاوي والمهندس وليد، يعني مجموعة الحقيقة كانت كبيرة. شركة عملت مجهودات في المؤتمر السنوي الأول والمؤتمر السنوي الثاني، والفريق بتاع إكسبرت كله، الزملاء اللي موجودين فيه كلهم الحقيقة كانوا برضو بيبذلوا مجهود كبير. أتمنى إن السنة الجاية إن شاء الله نقدر نتعاون مع معاهم تاني، ونعمل مؤتمر سنوي رابع يكون حاجة كبيرة وقوية إن شاء الله. وطبعا يعني ما بخصش بالذكر حد بعم، يعني مضطر إن أنا أذكر ناس وما أذكرش ناس تانية، ولكن يعني كل الناس اللي شاركوا معانا السنتين اللي فاتوا، دكتور إبراهيم عبد الرشيد، مهندس محمد كامل، مهندس حسام قنديل، المهندس أسامة، أستاذ محمد سليم، دكتور عمرو السعيد، مهندس طاهر عبد العزيز، دكتور محمد طنطاوي، كلهم كان ليهم مجهود جميل ومشاركات رائعة. ونتمنى إن شاء الله يكون معانا ناس محاضرين أكتر وأكتر في المرات اللي بعد كده، ويكون نقدر نقدم حاجات مفيدة للزملاء. يعني زي ما الحمد لله الحاجات اللي كانت قبل كده في ناس كبيرة، ناس كتير استفادت منها بفضل الله. الفقرة اللي كانت معانا دلوقتي كان الشهادات، فمن الناس اللي نشر معانا شهادات صديق العزيز المهندس عمر سليم، صاحب الصفحة بتاعت مهاويس البم، حقيقة له مجهود جميل جدا في موضوع البيم اللي هو البيلدنج انفورميشن موديلنج، وفي التعريف بيه، ومحاضرات ومدونة ويوتيوب شانل، وله شغل كتير جميل جدا ورائع. اتشرفت بحضوره الدورات بتاعة بيبكا ونشر الشهادات بتاعته. والمهندس أنس السيد كمان ببارك له على نشره برضو الشهادة وحضوره الايرنت فاليو، وهيحضرها معايا، حضر معايا المحاضره لايف، وبعدين بعد كده حضرها تاني كمان على بيبكا. وببارك لجميع الزملاء اللي حضروا معانا في بيبكا واستفادوا من الدورات او الكورسات. بشكركم جميعا، ودلوقتي ان شاء الله هنشر الرابط بتاع، كان في رابط معمول قبل كده اللي هو الدروس المستفادة، فكان في بعض الزملاء شاركوا معانا، هنشر لكم مشاركاتكم. وأتمنى ما زال الرابط مفتوح، يعني لو حد حابب يشارك تاني ويضيف لينا وننشر الحاجات دي ونستفيد منها كلنا. وكانت الفكرة من الموضوع إن مش كل الشركات وكل الأماكن بتعمل ليسنز ليرند وبتجمعها، فقلنا إننا نعمل لنفسنا لينك ونبتدي الناس تدخل عليه وتنشر الحاجات دي ونجمعها ونستفيد احنا منها. مش شرط كل شركة بقى بتعمل ما بتعملش، لا، يبقى الموضوع عموما متاح لينا كلنا، واحنا كلنا ننشره ونستفيد منه. فهنشر لكم دلوقتي ان شاء الله الدروس المستفادة اللي جمعناها من الزملاء. وكده ينتهي الحفل بتاعنا النهاردة. سعدت بيكم، وأتمنى إن شاء الله إن نتقابل السنة الجاية زي ما كنا بنقول في التعريف في 2017 في إيفنت كبير يكون فيه مشاركات كتير واستفادات كبيرة ومجموعة محاضرين مميزين إن شاء الله زي ما كنا بنسعد بيهم دايما. وشكرا ليكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم.